هو ايه حوار السمكه اللي بتسمم الناس وبيموت منها كمان؟ في ناس ماشيه بمبدا اي حاجه جميله من البحر وتتاكل، في ناس تانية بتحب السمك بس اخرها بولتي وجمبري وماكريل، وفي ناس ثالثه بقى ما بتاكلش اصلا السمك، سمكه الكراد وبيتقال عليها الارنب، سمكه كده بتاعت 80 سنتي ودي من اخطر انواع السمك السام، والتيترودوكسين ده اسم الماده السامه اللي موجود في جسمها في اكتر من مكان، ولا الشوي ولا القلي بيأثروا فيها، هتتسم يعني هتتسم. اعراضها بقى ارتخاء وغيبوبه نوم، صداع وترجيع، لا مؤاخذه، هبوط وتنميل في اللسان، وبعد كده شلل مفاجئ، توصل للموت. الصحة المصرية حذرت من اصطيادها وان هي تتباع كمان، خصوصا في اسكندرية والسويس وبورسعيد، في اسرة كاملة اتسممت منها من حوالي يومين. السمكة دي بتعيش في الماء المالح، والغريب بقى ان دي من اشهر اكلات اليابان، يعني هو خلاص مش لاقيين اكل والدنيا دقت بيكم وبتتباع عادي في السوبر ماركت، بس هم مش مسؤولين هتنضف السموم ازاي، وعلشان تشتريها لازم تكون شيف ومرخص. ناشونال جيوغرافيك قالت قبل كده ان دي الوجبة الوحيدة الممنوعة عن امبراطور اليابان لان هي مش مضمونة والراجل ممكن يروح فيها. سؤال بقى، انت منين وبتحب تاكل السمك ولا لا، وبتاكل انهي نوع منه؟ بس كده، سلام.